انت النهارده هنعيش معاها لمده نص ساعه. النهارده تعالوا نشوف هنشوف فيها الفراخ، لا هنديها زيت ولا هنديها اي حاجه غير التتبيله بتاعتها الجميله جدا. هنجيب الفرخه كده، انزل بالتوابل بتاعتي، وادي التوم بتاعي، وانا عندي توم وبصل، عندي الكمون، عندي ملح، ده باودر، توم باودر، عندي شويه توابل، فلفل اسود، الزعتر. انا طبعا اهم حاجه عندي ما احطش زيت. وهاخد نص الدبس الرمان اللي عندي دوت، بعد كده اعمل مساج ليها كده، نحطها بالطريقه الجميله دي. عندي التمر هنا بياخد 30 دقيقه، ممكن ازود ممكن انقص، وجاب علامه الفخذ اهي موجوده. حاجه جميله وحلوه مع مينتا، هنشوف بعد 30 دقيقه. الله، سخنه طبعا اهي وزي الفل، واخر حلاوه، ولسه ياما هنشوف مع مينتا.